داهي باسم رئيس الجمهورية اليوم في مباني الوزارة في نواكشوط عددا من الموظفين في قطاع الصحة تكريما لهم وتشجيعا للأداء المشرف الذي طبع مسيرتهم المهنية، وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 62 للاستقلال الوطني. شمل التوشيح بوسام فارس في نظام الاستحقاق الوطني كل من السيدين البروفيسور أحمد البراء أستاذ تعليم عالي في البيولوجيا، الدكتور أمدو مامدون جاي أخصائي طب باطني، وبوسام الامتنان الوطني كل من السادة الدكتور بوكر سيريبا بيولوجي، خطري سلمو أحمد والعبيدي طبيب عام، خطري مكحلة مختار مبابا أخصائي طب أطفال، وبميدالية شرف من الدرجة الأولى السيدة مريم بنت عبد العزيز دينا قابلة، وبميدالية شرف من الدرجة الثالثة المرحومة لالا ناجي أحمد ممرضة، وقد استلمها بالنيابة عنها أخوها محمد محمود الناجي. نظمت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة